انتداب 5000 عاطل عن العمل ضمن الآليات المعتمدة المختلفة في برامج التشغيل. انتداب 5000 عاطل عن العمل ضمن الآليات المعتمدة المختلفة في برامج التشغيل. لكن ثلاث مرات نقولوا لكن رافق الإعلان هذا الإعلان عن هذه القرارات عدم فهم وقراءات متعددة وأكثر من هكا. رافق الآن مؤخرا كلام من عند السيد وزير المالية اللي البارح كانت رأس المجلس الوزاري هذا، ومن بعد ما تكلم السيد قال شوكيت نقرسني باسم الحكومة يقول خطأ اتصالي. نسمعوه. غلطة صغيرة، شنو هي الغلطة هذه بالضبط؟ احنا في القصرين اليوم تم 1410 شاب وشابة تفحوا بالآلية 16، وهذيك فما تعهد من الحكومة باش تسوي لهم وضعيتهم في 2016، مش في القصرين برك، لكن على مستوى الجمهورية التونسية الكل. الغلطة اللي وقعت في التواصل في عوض قولوا احنا كحكومة باش نسويوا الوضعية تاع المنتفعين بالآلية 16 في 2016، قلنا باش ننتدبوا 1410، ثاني هو مش انتداب، هما الناس موجودين، هما الناس يخدموا، لكن يخدموا في نطاق الآلية 16. واحنا باش نسوي لهم وضعيتهم. النقطة الثانية زادة اللي صار فيها تواصل ما وافقناش فيها احنا على مستوى الحكومي في مستوى الشباب والشابات اللي ما عندهمش خدمة، ثم هذوما ينتفعوا بالآليات اللي موضوعة على ذمتهم في وزارة التكوين التمهيدي والتشغيل، وهما تقريبا 100,000 ينتفعوا بالآليات هذوما كما لي سي في بي وكما الخدمة التطوعية المدنية للي عندهم شهاد واللي ما عندهمش كيف كيف. هذوما عمناول في قصرين على 100,000 ثم 3,000 انتفعوا بالآليات هذوما. في إطار التمييز الإيجابي القصري والولايات الكل اللي عندها التمييز الايجابي القصري باش تاخذ كان في حوالي 3000 باش تاخذ 5000. نفس الشيء وقعت غلط واحنا اسفين على الغلطه هذه على مستوى التواصل في عوض نقولوا 5000 باش ينتفعوا بالاليات، قلنا 5000 انتداب. هذا وين صارت الغلطه؟ على غالب الناس الكل تغلط ومنا الا بشر. اثرت تاثير سلبي واحنا كحكومه من الصباح من البارح في الليل. الحق السيد رئيس الحكومه كلمني انا شخصيا من دافوس مع 11 تاع الليل، معناتها هو بيدو سمعها، هو بيدو قال لي شنو اللي قلته بالضبط. قلت له راهو بالمجد صارت غلطة متاع تواصل، واحنا اليوم من الصباح قاعدين ما نتواصلوا مع الاعلام وعملنا خلية تواصل على مستوى الحكومة باش نوضحوا المشكلة هذه. عملنا معناتها موبيليزاسيون متاع الوزراء متاعنا الكل باش يمشيوا الليلة على الكتوات متاع التلفز باش يجيبوا يوضحوا للشباب التونسي الغلطة اللي وقعت.